دايفرسيتي كثير في فرق بالحالات اللي بنشوفها خصوصا هون بالكلينيك. بنشوف من كل الاعمار من صغار للكبار، بنشوف من كل الكيسز من الاهل للاصعب. بس مين اللي هون اكثر شيء on the spectrum of autism ASD؟ تاخر بالحكي، تاخر بالقراءه والكتابه، بيكون الحكي مثلا كمان عم شوي تحنجلات او ما بيدك وبعجوا مثلا حاله كلوي. فكتير بيختلفوا الحالات.